فيرون، ميسي الى فيرون، مرحبا ميسي، اذا الكرات ميسي تكون فيهم صعب. زانيتي تمريرة جبية، ضربة سيادة، هدف لفائدة منتخب الأرجنتين، والموقع هو اللاعب ريكيلمي. ريكيلمي يعطي الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين. قلت بأنه ألفيو بازيل وضع الثقة ديالو في اللاعب ريكيلمي، وفرصة هدف ثالث. ريكيلمي أوفيرون، ريكيلمي يسدد في المرمى، هدف لفائدة منتخب الأرجنتين، ومرة أخرى ريكيلمي. ريكيلمي يعطي الهدف الثالث لفائدة منتخب الأرجنتين، ويسجل عودة قوية للمنتخب. ريكيلمي وكلاوديو بيتزارو. إذن بالنسبة للحكم الرئيسي هو كارلوس سيمان. تفاز إلى ريكويلمي، والهدف الأول للمنتخب الأرجنتيني، الهدف الأول للمنتخب الأرجنتيني، وثالث أهداف خوان رومان ريكويلمي. خوان رومان ريكويلمي يتجاوز الجدار الدفاعي للمنتخب البيروبي، ويتجاوز محور الدفاع، ويسجل في مرمى الحارس لياو على مرتين أمام أكاسيتي، وتغطية ممتازة من روبرتو أبودوزيري، ويخلق هجوم لكارلوس تيفيز. كارلوس تيفيز ممتاز جدا لريكويلمي، والهدف الرابع، الهدف الرابع ورابع أهداف خوان رومان ريكويلمي. ريكويلمي في وضعية سانحة وسجل الهدف الرابع في فسحة. حاليا المنتخب الأرجنتيني في فسحة، المنتخب الأرجنتيني بعد كرة انطلقت من روبرتو أبوندونزيري. ريكيلمي وسانشيز، يا كبير يا كبير يا كبير يا كبير، حلوة حلوة حلوة. تقول لي جزائية أقول لك أوكي، لكن شوف كيف نفذها، شوف كيف لعبها، شوف كيف حطها بحنية بفكر عالي. سحقا سحقا حقيقة، الإعلام لا يوصف ريكيلمي الموهبة الكبيرة في كرة القدم العالمية.